صباح الخير. صباح النور. قبل ما نعرف شو فيه انه اللي بيسمعك عم تحكي شو بيقول، بيقول هاي البنت ما بتاكل. اول مره عم تاكل. قال انه اليوم حست بدها تاكل. ايه بس عم بقول لكم اليوم، قال هي اليوم استثنائيا حست بدها تاكل. طب انه يعني هي نعمه موجوده على الارض، ربنا بعتنا اياها. صحتين ما بنرفضها. لما قبل ما نبدا بعالم اللوناتات وعالم الثاني اللي انت كثير مغرومه فيه طبعا، ما يعني كثير واضح الموضوع، بس حدا يشوفك برا يعني كم لونات بالنهار عندك. anyway. رح اسالك سؤالي اللي سالته على الفيسبوك. تفضلي. بس تشتري كادو لاشخاص، هل تشتريهم حسب ذوقهم او ذوقك؟ شفتوا شو سائله؟ عارفه اللي عم تسال السؤال؟ لا ليك خبي وجهي منها لا بعرف. هو اكيد حسب ذوقي. ايه انلس مش هقول انه هن بلا ذوق، اكيد لا، الا اذا الشخص انا بعرفه كثير وقريبه منه وذوقه ظابط على ذوقي. ما اكون سيئة زبطية. ايه اذا كان ذوقه ظابط على ذوقي وحس انه ايه هيدا الشخص عارف شو بده، بس اذا الشخص ما عارف شو بده فضل جيب على ذوقي. بيكون نوع من تيب، يعني انا بكون عم مرق له مساج انه يي انا كثير بحبك بهالشيء وبحبك بهالشيء، هيدي بتلبق لك، جربها اللون. عرفتي كيف؟ لانه مش وارده اشتري على ذوق اذا مش عاجبني، يعني مش رح اعرف اشتري. عرفتي كيف؟ وبعدين بستحي يقولوا انت نقيتي هالغرض. اوكي خلص افيك موديستي يعني. بحب كمان خبريه انه كنت عم تخبريني اياها تحت الهواء كمان، انه عن سمتايمز بتجيب الكادو كيف؟ انه بتعرفي انه بحبوها بنغرموا فيها اكيد لدرجه انه هاي هي خلاص هاي هي. بلاقوا حالهم فيها ابدا، لانه اجمالا بنبسط انا باخذ كادو مش لحتى يروح يبدله الشخص، يعني كثير بتعب جهدي لحتى اجيب قطعه مش بين هيك انونيم، انه يلا جيب صحن فضه، عرفتين هو على العرس جيب لك شيء جات فضه، لا انه ما سبا انه بتعمل افار للشخص اللي ابدا لتكون بيرسونلايز. الحمد لله ما ردوا هدايا. على كل حال لما نحن في عنا كمان موضوع العوينات كثير حلو، رح نشوف نحن وياكم كليب عن سجلناه عند علي عجوز اوبتيك، والممثل معنا هو مالك، معنا مهندس صوت، وهي لارا منيف يلي كمان حبت تكون اور موديل. رح نشوفه سوا ونحكي بعدين عن العوينات والكوليكسيون تبع الشتي. عرفنا انه ما بينقطع مالك من الشغل. ايه لا يعني اذا بطل يلاقي نفسه بإدارة الصوت بيلاقي نفسه 100%. ورجعنا عوينات النظر هالمره، لانه عوينات النظر صاروا مش بس لانه منعوزون، صاروا اكثر شيء كمان فاشنبل، يعني بيلبسون الناس منظر.
شفنا عوينات، شفنا موديلات حسب الوجه دايما. ما عادت القصة انه دايما بدي غطي حواجبي، خلصنا منها. اهم شيء اذا انا قررت البس عوينات اكبر من وجهي، يكونوا يعني عادة اذا بشوفهم بقول انا ذبابة، لا، بس اذا قررت انه حب البس عوينات كتير كبار، كون كل اللوك تبعي بيشبه فيكتوريا بيكام كله، مش بس العوينات بشوفهم هيك وانا من تحت بكون ما لي علاقه بهاللوك، لانه وقتها بدي خاطر اطلع من النورمز انه شو بيلبق لي مزبوط، بدي اكون انا قاصدي رافعه شعراتي، عامله شيء فاشنبل، عامله هول لوك، لانه العوينات بيفضحوا. اذا انا لبس عوينات ما بيلبقوا لي او كثير كبار، او قصدي اكون جون لينون على صغير، بدي اكون كلني لابسه بهيدا الجو. بس وقت بكون لابسه عوينات تيبكال لوجهي وظابطين علي، خلص يعني كيف ما ظهرت بنحس انه قطعة منا وفينا. فالعوينات اتس كاركتر، اوقات فينا نغش بالعوينات اذا انا حبي ورجي انه انا عندي سيريوس لوك وانا ابدا ما اجرته، ما في عندي ولا يعني مني كتير رسمي او جديه، بلبس عوينات بيقدروا يعطوني هالكاركتر. والاهم بعوينات الشمس جمال الناس تتغطى وراهم بطريقه انه عاطين ميستيريوس لوك، ما بدنا نورجي مين نحن، بنلبس عوينات الكبار. هلا رح نشوف موديلات الشتاء. شفتي شو حلوين؟ رائع هيدا الشيء، هيدا الشيء ببكي، هيدا وين؟ هيدا وين؟ هيدول اللي عم نجيبه من الانترنت رولا. يا عمي مش هول اللي بتلاقيهم اكيد طبعا من الانترنت. سوري عم بيقولوا لك هي تمها الحلو مش العوينات. هي البنت حلوه. هي كثير حلوه. هلا العوينات اللي شايفينهم بيعطوا دائما بيعلوا الوجه لفوق. فيلي وجهها بتحسيه انه من تحت اقصر من فوق، لازم ضروري نلبسهم لفوق. اجمالا هول بيلبقوا للوجه المدور اكثر، يعني رايح على التدويره اكثر من الطويل. اوكي يعني انت ايه عم بتاشر لي يعني انا ايه اوكي بليز. لمن على فكره انا ما بعرف ليه لمن هم الامر مشان عيد الميلاد، مشان يعني اذا حدا على باله يهديني شيء يعني. بس الفكره انه بلاحظ انا كثير لونات بحطها، بيلبق لي كثير موديلات، يعني كثير قليل لونات ما يزبط. مزبوط، ثلاث لونات مثلي انا، كل العوانات بيزبطوا علينا لانه مش مربعين ومش اخذين فورم معينه صعبه تلبسيها، عرفتي؟ مش كثير انت اوفال، فالوجه اللي بيكون اوفال اجمالا كل شيء بيلبق له. انا وجهي اوفال دايموند، بعدني بالاوفال، دون كل شيء بيزبط علينا. أوكي. بتفرق معنا على الصنديحه، انا صنديحتي اصغر منك، فبدي انتبه ما البس عوينات كثير يفوتوا لجوا، يعني يغطوا، يعني يوسعوا المنطقه اللي انا فايته بوجهي. دائما العوينات بدها تعطي ترجلش فورمه الوجه. بس كيف بتعرفي انه هيدا اللونات مش لابق للشخص؟ وقتها بتشوفيه بيضحك يعني انه لابسه شيء بتقولي شو في؟ شو ليه؟ هلا العوينات الثانيين اللي عم نشوفهم دارجين، رجعنا على العوينات اللي مش بس انه في ميرور، فيهم ترانسبارونس، يعني رجعنا على العوينات اللي بيكونوا شمس بيكونوا هن فاتحين. هلا عوينات هول بحب بس اعطي ملاحظه، الفتاه او السيده اللي عيونها قراب من بعض مثل حضرتك قراب، اذا بلبس عوينات كثير ترانسبارون وعراض لبرا رح يبينوا عيوني قراب اكثر. فاذا بدي البس عوينات فاتحين او عوينات نظر اكيد ما لازم جيبهم طالعين لانه بصيروا القراب العيون بقربوا اكثر. فهي العيون قراب بتجيب عوينات ترانسبارون بس يكونوا قد ما في على قد وجهها. الصوره الثالثه اللي عم نشوفها بدك ذبابه اكثر من هيك، انه شو في؟ كلك على بعضك مش ضابطه، رجعت عملت خاتمه حلو. ايه برافو رورو، رويدا معك حق، لانه العوينات مش تهر ادفانتج، لاحظت الخاتم اذا بتلاحظ. معها هلا هن عم بيتسلوا فوق بالرجل. اكيد بيتسلوا فينا كمان، بيتسلوا بس معهم حق، مجرد تقول لي ليكي خاتمه لانه عوينتها ما عنيو لا شيء. فالعوينات بس انا سيارتها ما عندي مشكله كمان فيها. كمان يعني مبينه شكلها سيارتها لذيذه، هي كلها يعني طلعت هي اللي مش ضابطه بكل الصوره. يا الله بتترك اكسسواراتها وتمشي. بس تطلعي بالنسبه لوجه رولا كررت فورمه وجهها وهذا الغلط، هي وجهها هارت فيس، وجهها هارت فيس من هون طلع صغير وطلعت لفوق، والعوينات بشكل الهارت طلعت كثير معها تي كاركتر.
اوكي ضاعت، ولقيناها انه كثير في وساعه بين العوانات ومنخاره، مطرح ما راحه واضح انها هي ضايعه هتضيع. بليز غيري عواناتك وتعالي بكل الاكسسوارات. بس غيروا لنا الصوره كمان. ايه رح تشوفي الصوره اللي وراها مين عندنا هلا. هول عوانات، هولي غرام هالعوانات. هالعوانات بينلبسوا at all times. إذا أنا بدي يكون سبورتي في البسهم مع تياب يكونوا سبورتس وير، وفي البسهم لبسة تيار أسود، لبسة يعني فورمال سوت، كل شيء باللبس بجنن رائعين. مجرد يكونوا من هون مروسين هيك بيعطوا للوجه اتس مور سكسي، ببينوا الخدود اكثر. فهالعوينات بيلبقوا كثير للوجه اللي بيكون شوي ريكتانجلر، اللي بيكون عندهم الحنك شوي ظاهر مثل انجلينا جولي. بيعطيهم بنعم لهم وجههم، بطلعهم لفوق مثل ميشيل فايفر. هولي عوينات ضروريات. رح نرجع للافييتر. الافييتر بس هي ما بعرف شو بدها، يعني رح ينزلوا على الارض لنمون. فيك تعليهم شوي الافييتر؟ أنه هي cool. إيه لا ما فيك تكوني هالقد كول، لانه بتصيري بتحولي وقت بصيروا العوانات كثير قراب ما بتقعدي تشوفي شيء. فعلي شوي العوانات لفوق. الافييتر لمين بيلبقوا؟ بيلبقوا للوجه الطويله لانه بياخذوا مطرح، بيقشطوا الفيزاج اللي بيكون اوفال او بلونج الطويل. اذا كل ما لبست عوينات افييتر كل ما بيقصر لهم من وجههم لانه قاشط على الخطوط. فهيدي ضروري نعرفها. وخلص لانه خلص الوقت، انه كثير نكتنا عرفت لي. لا بس انا اصلا كنت حابه احكي عن هالفورم تبع الوجه، ركز عليهم لحتى الحلقه الماضيه نحكي عن غير فورم الوجه. حرق الجاي بدون الماضي الجاي يا حبيبتي، يعني القربة اللي بعده. وعليكي خير. وعليكي خير، ان شاء الله بنرجع نشوفك بس خير والصحة وابتسامتك دايما على وجهك. بنحبك وجودك يا قلبي. باي. اوكي مع فاصل اعلاني، من بعدها اكيد بنكفي عالم الصباح.